طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية للمنصة والتحية لشاعرنا الكبير علي الدوفين صاحب قصيدة خليك أنصاري كاملة. التحية لحركة تحرير السودان مني، والتحية لجميع شهداء السودان من الثورة المهدية الإمام المهدي وخليفته لحد آخر شهيد، يعني سقط بالعوز والمرض ولا بأي من مصاعب الحياة. طبعا الإخوة المتحدثين على مستوى قيادة الأحزاب أو على مستوى قيادة الأحزاب في المملكة المتحدة يعني أوفوا القضية حقها بالكامل، فلكن لا يجب أن نضيف لما دلوا به. طبعا التغيير عملية يعني ما بسيطة، وعملية طويلة جدا جدا تحتاج جهود. وطبعا نحن دائما بنقول الواحد يعني بيمدح بصوت عالي وبينتقد بصوت واطي، وبالذات في المحافل العامة بنميل لأنه يعني نتكلم عن الأشياء المتفق عليها، وفي آليات كثيرة جدا جدا إنه الناس تقدر تحل بها مشاكلها. لكن في نفس الوقت يعني الطرق الماشية كلها طرق سليمة وصحيحة، يعني إسقاط النظام بيتم بواحدة من ثلاثة وسائل. البتيم هي فيها خير للسودانيين وللشعب السوداني، والما تمت الناس تحاول بقدر الإمكان يعني يزيدوا من القوة بتاعت الدفع لتحقيق المطالب اللي هم بينادوا بها، يعني تفاوض ولا سلاح ولا انتفاضة شعبية. في النهاية الناس بتبغى الخلاص. طبعا يعني الفترة بتاعت الإنغاز 27 سنة دي هي كان فترة مهمة جدا جدا في حياة الشعب السوداني، لأنه يعني شبه حصل إجماع عام بين السودانيين إنه ما في انقلاب عسكري تاني بيجي بسهولة في السودان. يعني نحن لما نحقق الدولة الديمقراطية الدولة الوطنية في السودان ما من السهولة إنه يعني الناس اجوا لمذكرة الجيش مرة ثانية. والكويس جدا انه الحمد لله الجيش ذاته احترف احتراف كبير بانه هم ارتكبوا خطأ كبير جدا جدا بإجهاضهم للديمقراطية وإجهاضهم لخيارات الشعب السوداني. والديمقراطية لو ما بقت موجودة ما بيحصل تطور، كان على مستوى الأحزاب السياسية ولا على مستوى النقابات ولا على مستوى الأجهزة. فالتطور السياسي والإصلاح المدني والإصلاح الدستوري والقانوني ده هي عملية طويلة جدا جدا بتتم في جو معافى وجو صحي. يعني الناس اللي بيفتكروا انه البديل، طبعا ده السؤال الكبير دائما الناس الإنغاز بيحاربوا بين الناس البديل، لكن البديل هو الشعب السوداني، البديل هو اتفاق الناس في 27 سنة الفاتت، البديل هو الناس اللي جربوا الحكومة ولقوها ما منها فايدة وجو راجعين، والبديل انه الناس اللي حاولوا يخطوا شيء وما لقوا. دي كلها تراكم لجهود في النهاية بتصب لمصلحة الشعب. لكن في نفس الوقت يعني الكلمات اللي قالت كلها طبعا افتكرها كلمات فيها امل كبير وفيها تفاؤل كبير بمستقبل كبير للسودان، لانه يعني السودان بلد متعدد، بلد فيه موارد كبيره جدا جدا، وده مفترض يكون املنا في انه احنا نقوم بتغيير. يعني الارض شاسعه صالحه للزراعه، موارد مائيه وموارد طبيعيه، موارد ثروه حيوانيه هائله، فدي كلها بتوفر رفاه لشعب ممكن يعيش افريقيا كلها. يعني انا افتكر انه احنا ضامننا لانه نتوحد ونحقق سلام اجتماعي وعداله اجتماعيه وسلام ونحقق وحده بيناتنا، انه عندنا بلد يعني كفيله في انه تشيلنا وتشيل جيراننا وتشيل الناس اللي حوالينا. الناس اللي تكلموا عن الصحه وتكلموا عن التعليم في كلمات كويسه جدا جدا وفيها امل كبير، لانه ده التغيير بتاع مشروع السودان، انه احنا عندنا يعني مانيفستو اصلاحي كامل فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالصحه، فيما يتعلق بالخدمات. المساله دي يعني حتى الان حركه تحرير السودان مناوي انا بهنيه لانه انجزوا المساله دي في كتاب، والكتاب ده موجود، ودي حاجه يعني دي حاجه بتودي الناس لقدام انه احنا حاجاتنا كلها مكتوبه، ودي البدائل اللي احنا حنقدر نغير بها الواقع في البلد ونحكم بها السودان.
اي يعني اي ناس ما بيفكروا في الحكم لانه الاحزاب السياسيه دي ما منظمات خيريه. يعني احنا لما قدمنا نفسنا لقضيه عامه قدمنا نفسنا لانه دايرين نغير من واقع بلد، بنغير من واقع بلد عن طريق الحكومه. الحكم عنده فيه مسؤوليه كبيره جدا جدا، لازم يكون في برنامج بيتحددنا وفي برنامج في ديمقراطيه وفي تعدد وفي اختلافات. يعني المسائل الفكريه ولا المسائل الاختلافات الكبيره اللي بنتكلم عنها دي الديمقراطيه كفيله بانه هي يعني تجيب لنا البرنامج الاحسن. فعشان كده عندنا خيار في السودان، ما عندنا خيار غير انه نضغط في يعني نجيب حكم ديمقراطي تعددي الناس كلها يكون عندها فيه الرؤيه الكامله، اي مواطن يحس بانه النظام ده بيمثله، ولو شعر بانه ما بيمثله ولا اخطا في تمثيله يكون عنده القناعه بانه هو حيجيب غيره، يجيب غيره بالوسائل السلميه، الوسائل الديمقراطيه، الوسائل الشرعيه. المساله دي العقبه الوحيده اللي ممكن تكون قدامها حتى بعد ما نحن نسقط النظام، نظام الانقاذ نفسه. والتجربه الديمقراطيه الاخيره كان كفيله، يعني هم الاسلاميين في الجيش هنا طلعوا مذكره الجيش، الاسلاميين في النقابات هنا اجهضوا العمل النقابي، هم اللي رفعوا شعارات ورفعوا مطالب. كان يعني حكومه السودان في الوقت ده حكومه جديده وعلى وشك انه هي تبدا في حكم السودان بطريقه سليمه، لكن هم بركوا الديمقراطيه، هم اجهضوا فعل الديمقراطيه في البلد. فنحن كقوه سياسيه لازم يكون عندنا الياتنا في الدفاع عن الديمقراطيه الجايه. يعني الدفاع عن الديمقراطيه الجايه هو اهم لنا من اسقاط النظام، انا شايف. لانه بيضمن لنا انه عندنا يعني تركيا بالرغم من طول تجربه يعني حكمها الديمقراطي تعرضت لتجربه انقلابيه كان ممكن تطيح ب يعني مستقبل تركيا. فشكرا جزيلا، انا ما دار اطيل، لكن يعني الحاجه اللي انا شايف فيها امل كبير انه هو نداء السودان دي يعني تزرع عمل كبير جدا جدا في الناس، في انه في المستقبل الجاي اكبر، والناس المختلفين معاها برضو يعني وسائلهم هي وسائل يعني مدعومه من قبل كل الوطنيين السودانيين، وهي وسائل تقودنا في النهايه لبلد ديمقراطي تعددي. العداله الاجتماعيه هي الاساس في حكمه، السلام والعداله والمساواه هي اللبنه الممكنه الناس تحكم بها السودان. وشكرا جزيلا واصبح على